مريم الجرالو مستر الكامور الشيخ رسلاني تغير رفت تحت قلبي مرلي سيرا مجداني ناري 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 من غرامو ميها برارة سري جمالو ناري ناري قلبي جرالو اللحظة انت والتريري من دار حبيبي ده من غير ما خلصت شطف لهلا؟ شايف طل القمر؟ طبعا ما بدك تسمع صوت الباب، ما صوتك وصلاني لاخر الحارة. عم بتسلى حياتي، كمان ما بدي غني. فهمني لشوف، ليش ما خلصت شطف لهلا أنا كل يوم بدي ارجع بدي الاقي هالججة. شو هالعيشة يا؟ طولي بالك يا حياتي يا روحي، ليش هيك طالع خلقي؟ شلون ما بده يطلع خلقي وأنا عم بتعب وأهلك وشا برات البيت وأنت ولا حاسس فيني؟ إيه بعت لي حمى عليك، روقي روقي. جاهز الغداء؟ محاشي كوسه وبيتنجان شغله بتطير العقل حاط لك تحتهم هالعصاعيص وهالشرحات والمخاخ بس بدهم دق بتحبي هالاكله ما ماشي الحال انا فايتة اتحمم حضري لك البي ما خلص حمامي حاضر حبيبتي لولو نايمه نايمه صح هي لبكتني شوي وعذبتني لحتى نامت بس مو مشكله هي علينا عذبتني هلا كنت كل يوم بدك تسمعني هالموشح ما هي بدك ما هي بنتي بعت لي قلت لي ليش هيك عم تنرفزي حبيبتي ما بيسوى لك هيك حبيبتي الله يرضى عليكي لا تدعوسي هلا ماسح اشلحي كندرتك والبسي الشحاطه شلون يعني ما ادعس تصير طيران انا بتمسح مره ثانيه شو وراك انت يا لطيف على هالعيشه كلها نكد شو ها شو ها هذا محشي ها ما في كوساي صاغ كوساي ما بتعرف تحفل كوساي ما بتعرف تحفل غصبا عني حبيبتي خلص المره الجايه والله بظبطها المره الجايه ما راح تلاقي ولا كوساي مفزره بس دوقيهم طعمتهم كثير طيبه دوقي كرمالي ما خلاص كششت لي بدني شو ها يعني ما راح تدوقيهم وسيم حاضر حبيبتي روقي روقي لا تنرفزي قلي لك بيض بطيخ مبسمر اي شيء لحتى تزهرموا بتعبوا بشقى برات البيت لحتى بطالع القرش بالاخير برجع على البيت ليه ما مثل العالم والناس ما في والبيت مو نظيف ورجالنا كد يكون سهي ما بيعرف يحفر ولك اضرب انا على هالحظ بدك البيض وعيون ولا املك ولك لي على قامتي رح تجنني انت ما عاد بدي اتزهرم رح اندفس ونام مايا والله ما حكيت شيء والله انا ما حكيت شيء مايا ولا شيء اذا عم تشتغل وتجيب مصاري البيت ليش يعني ليش الردح كله سمعانتك رح ساوي لك شاي روق الحلو روقي ها روقي انت مو حاسس قد ايه انا عم بتعب وبشقى لحتى طالع القرش هو انت اخذ الامور بهدوء وببرود اعصاب مو مقدر شيء بالعكس مقدر مقدر كل هالشيء اللي عم تحكيه الله يعطيك العافيه ويديمك فوق راسنا بس يعني بس شو عم تعصبي كثير انت علي كمان يعني اذا انا قاعد بلا شغل بتعصبي علي هيك بتذليني والله صلي سنه ونص عم دور على شغل ما كنت لاقي هاي نص شباب البلد عاطلين عن العمل وما عم يلاقوا شغل بس نسوانهم ما بيعملون هيك شو قصدك يعني انا نكديه ما هيك يعني فوحه ودقه لا انا ما قصدت هيك بس انا يعني قصدت انه يعني عاملين شوي برقه بحنيه كمان انا جوزك الله يجيبك يا طولة البال مايا مايا الله يوفقك اعطيني 500 ليرة ولشو هاي كمان؟ لازمني بنطلون جينز جديد، البنطلون اللي عندي كله ركبه مفخته، يعني بتلاقيها حلوة أنت يقولوا جوزها لمايا مشرشح لابس بنطلون مشرشح اف منك ومن طلباتك روح خذ 500 ليرة من جزدان 500 بس 500 الله يخلي لنا اياك يا رب وديمك فوق راسنا ايه؟ كأنه صوت لولو روح غير له وطعميها طيب مو لازم تعدي معاه شوي وتلعبيها كتير مشتقت لك حرام عم يجعني راسي بس لنا سكر الباب وراك حاضر مين هالغليظ اللي عم يتصل هلا الو ايه اهلين استاذ اهلين كيف ما اجي على الشغل بكره ليش استاذ انا شو عملت استاذ اذا الو الو خير مايا حبيبتي في شي قلعوني من شغلي
يا لطي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ عن جد عم تحكي؟ قال المدير شاف عجز بالميزانية عم استغنى عن نص الموظفين. شو على كيفه؟ على كيفه. اضرب على هالحظ المعطل، اضرب هلكت لقيت هالوظيفة. طيب روقي 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 بفرجة الله روقي. ساوي لك قهوة. تليفون تليفون. شو عرفك انه قلك هذا إلي أنا؟ الو إلك. الو أهلين أب فراس. أهلين وسهلين. إيه؟ بحياة الرب عم تحكي جد؟ بحياة المصحف؟ عن جد عم تحكي؟ لا طبعا طبعا أكيد بكرة جاي. لا لا مع السلامة. وصفت 6000 ليرة عند الأستاذ فريد. الله بيبلي وبيعين. دوامين قبل الظهر وبعد الظهر. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك. قومي لشو؟ قومي ساوي لي بوشار وشاي قوامة. إيه بتستاهل هالمناسبة ليش لا؟ خير بشكير معك كمان. تكرم ابن عمي. ناري 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 من جماله، ناري 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 الجراله، ناري 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 من جماله، ناري 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 من جماله، ناري 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 الجراله، ناري 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 من جماله. شو لهلا عم تشفي لسا؟ انت اجى القمر. كيف بدك تحسي على صوت الباب وصوتك واصل لراس الحاره؟ اه عم بتسلى حياتي كمان ما غني. فهميني ليش هلا ما خلصتي شطب؟ كل يوم بدي اجي على اي هجاجه. لك هي عيشه، هي عيشه. هي روي حبيبي روي روي. شبك معصب اليوم؟ لك شو روي شو شبك معصب؟ الواحد تعبان وشقيان برات البيت وانت ما بتحسي فيه؟ انا لا لا بحس فيك. روي روي روي. خالص الغداء؟ طبعا. شو طابخه؟ عملت لك كوسه محشي بتاخد العقل، حطيت لك تحتها شرحات وعصعيص ومخخ بدقن هيك شغلي بتطير العقل. بتحبهم ما؟ حضري طاولة الغداء لبين ما فوت اعمل دوش. تكرم عينك. لولو نايمة؟ اي نايمة، عصبتني كتير لحتى نامت. لك شو الاسطوانة هاي؟ كل يوم بتعيدي نفس الاسطوانة، ما بنتك مثل مو بنتي، شو القصة هاي؟ طول بالك، لا تعصب، ما بينفع لك التعصيب. وسيمو اشلح صباطك الله يخليك، والله انكسر ظهري من كتر المزح، البس الشحاطة. شو ساوي يعني؟ طير طيارة؟ بعدين شوفي وراكي، بتعيدي المزح مرة ثانية. لك شو هالعيشة اللي كلها نكات؟ روحي عنها. لك شو المحاشي هاي؟ شو المحاشي هاي؟ معقولة؟ لك مفزرتيهم اصلا يعني؟ مو مخليها وحدة الا مو مفزرتيها، شو معركة؟ غصب عني حبيبي سامحني. خلص المرة الجاية بدير بالي. بتعرف بس طالعين طيبين كثير، دو دو لشو؟ لك بعدي عني، بعدي عني، كششتي لي بدني من منظرهم. يعني ما رح دو؟ مايا حاضر حاضر روق لي لك بيت. لك بطيخ مبسمر، اي شيء بتزهرمه. شو الحظ اللي لي يا ربي؟ معقولة يا ربي؟ لا اعتراض على حكمك. لك الواحد بيروح وبيشقى وبيتعب لحتى يطالع القرش، بيرجع على بيته لا بيلاقي لقمة مثل العالم والناس ياكلها، لا بيلاقي بيت نظيف، وفوق كل هذا بيلاقي مرة نكديه قدامه، ما بتعرف تحفر كوسة. لك انت ما بتعرفي تحفري كوسة، العمى ضربني بخلقتك، يضرب حظي. حبيبي اعمل لك بيض عيون ولا اومليت؟ لا بدي عيون ولا بدي اومليت ولا عاد بدي اكل كوسة، انا اومليت لهنيك بدي نام. حبيبي وسيم طول بالك. يعني اذا عم يشتغل ويطلع مصروف للبيت بيردح لي كل هالردح؟ سمعتك. رح اعمل لك قهوة. روق الحلو. روق حبيبي روق. شو صار لك مايا؟ شو صار لك؟ مالك حاسه بتعبي بنوم؟ مالك مقدره قديش عم بتعب لحتى طالع القرش؟ ما عم تقدري هذا الشيء؟ مقدره يا حبيبي مقدره، الله يخلينا اياك ويديمك فوق راسنا يا رب. بس يعني بس شو؟ يعني انت بصراحة عم تعصب علي زيادة عن اللزوم. يعني انا شو ذنبي اذا ما عم بشتغل؟ انا دورت على شغل، مو ما دورت، صلي شهر ونص وعم دور. نص نسوان البلد ما عم تشتغل، بس جوازهم ما بيعملون هيك. شو قصدي؟ يعني انا نكدي؟ هذا فوحة ادقى؟ مو قصدي شي، مو قصدي شي. طول بالك، عامل لي بحنية بهدوء. انا مرتك ولو؟ لا حول ولا قوة الا بالله، صبر جميل وبالله المستعان. وسيم؟ اه بدي 500 ليرة. وليش هاي بقى؟ بدي فستان جديد، الفستان القديم مشوق عند ركبه،
بيرضيك يقولوا مرته لوسيم مشرشحة؟ ايه علينا، اوف منك ومن طلباتك اللي ما بتخلص. خلص روحي خدي من جيبتي 500 ليرة. الله يخلي لي اياك يا رب. اسمعي لولو، صوت لولو، قومي طعميها وغيري لقوام. ايه قوم العب معها شوي، والله اشتقت لك. اخطي بس لا في ابلعبها، راسي عم يجعني. قومي يلا سكري الباب افاكي. مين السائل اللي عم يتصل كمان هلا؟ واحد بده ينام راسه عم يجعوا بيتصلوا فيه. الو اهلين معلمي. اهلين معلمي، ما في بلعادة اتصل لعندي لهون. شو بكره؟ ايه جاي بكير بكره. ما اجي بالمره؟ قلعتوني؟ ايه خلص قلعتوني مثل ما بدكم. ماشي مايا، اذا ما غيرتي للبنت انا بغير لها. ناري ناري قلبي اهجرال. حاجة تجيبي لهون، صرت اشطب 100 مرة. ايش بعد حاجة تدبر علي مثلي مثلك؟ انت مو نشط منيح هنيك. خلص لكان كملي يلا انتي لكان. ايه هون اشطي. لك ليكي 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 يا دول. ناري 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 من جبل. ناري ناري.